السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. يعني بعد أن شرحت طريقة تثبيت الماك او اس نسخة المونتيري وكذلك نسخة البيك سور على في ام وير، وعدتكم أن أشرح يعني الطريقة على الفيرتوال بوكس. وبطبيعة الحال مشكل الفيرتواليزيشن طريقة تفعيلها في البيوس، هذا هو الفيديو الخاص بها، وكذلك طريقة تثبيت الفيرتوال بوكس فلقد شرحته. لماذا؟ لكي نختصر الوقت في هذا الفيديو. هذا جميع الروابط وجميع هذه الفيديوهات ستجدون التي سأذكرها بطبيعة الحال ستجدونها في صندوق الوصف الخاص بهذا الفيديو. إذا بالنسبة للملفات التي سنحتاجها، بطبيعة الحال سنحتاج يعني نسخة الماك او اس بيك سور، يعني نفسها التي قمت بالعمل بها في فيديوهات الفي ام وير، سأترك لكم رابط تحميل. كذلك سنحتاج الفيرتوال بوكس، هذه هي النسخة التي يعني أعمل بها حاليا، يمكنكم العمل بها أو بواحدة أحدث منها، وبطبيعة الحال الأكواد التي سنحتاجها. إذن بالنسبة للفيرتوال بوكس فلقد تثبتها مسبقا فهي طريقة سهلة، والفيديو يوجد كذلك في القناة ستجدونه في صندوق الوصف. ولتثبيت يعني الاكستنشن باك ستضغط فقط يعني على فايل بريفيرنس ثم اكستنشن ثم اد ثم تذهب الى المسار الذي يوجد فيه الاكستنشن باك ثم اوبن. هكذا يعني نقوم بتثبيت الاكستنشن باك، اي اجري ثم يس yes. ثم اوكي. اذا لاحظوا معي فالاكستنشن باك 6.1.30، كذلك يعني الفي ام وير فهي 6.1.30، يعني كل نسخة يعني لديها الاكستنشن باك الخاص بها. لطريقة يعني تحميل هذه الامور هذه فستذهب يعني الى موقع الفيرتوال بوكس، ثم ستذهب الى داونلود، ثم النزول الى فيرتوال بوكس اولدر بويلدر بويلدز، ثم سادخل الى النسخة 6.1 التي اعمل بها حاليا. وطبيعة الحال أنا أعمل ب 6.1.30، ربما قد تجدها في السطر الثاني أو الثالث على حسب يعني النسخ التي ستخرج مستقبلا والوقت الذي ستشاهد فيه أنت الفيديو. إذن ستقوم بتحميل البرنامج يعني للويندوز من هنا، والإكستنشن باك هو هذا، يعني 6.1.30 والإكستنشن باك خاص به هو هذا. كذلك بالنسبة ل 6.1.28 هذا هو الإكستنشن باك الخاص به، يعني كل نسخة لديها الإكستنشن الباك الخاص بها. إذا هذا كل ما يخص يعني بتحميل البرامج وتثبيت الإكستنشن باك وكل هذه الأمور. إذا الآن سننتقل إلى طريقة إنشاء نيو فيرتوال ماشين. سنفتح البرنامج ثم يعني نضغط على نيو، ثم سأسميه مثلا ماك او اس بيج سور هكذا، ثم يعني تترك الخيارات هكذا او ربما تختار يعني الهاي سيرا، فالخيارين يعملان معا. سأختار هذا الخيار نيكست، ثم سأختار 4 جيجا في الرام اقل شيء، ثم يعني كرييت، سأختار يعني ال VHD next next، ثم سأعطيه 120 هكذا، 120 مثلا في الهارد درايف create، ثم يعني سأعطيه بعض الإعدادات غالبا يعني البروسيسور سأعطيه يعني 4، وسأقوم يعني ب حذف الانترنت او الغاء الانترنت، ساختار انترنال نتورك، وسنقوم بالعوده الى سيستم او جنرال، وساخذ هذا الاسم هذا. لماذا؟ لاننا سنحتاجه في الاكواد. ثم كابي، سافتح نوت، ثم ساقوم بلصق هذا الاسم سنحتاجه، ثم ساوافق على اوكي، ثم ساقوم بغلق البرنامج. جيد، الان سنحتاج يعني الى السي ام دي، وسنقوم بفتحه as administrator هكذا، وسنحتاج يعني ملف الأوامر هو هذا. وبطبيعة الحال يجب تغيير يعني هذا your vm name، تغييره باسم الفيرتوال نيم الخاص بك، يعني الاسم الذي قمت بإعطائه. يعني سأقوم بنسق يعني copy من هنا،
وسأأتي إلى هنا سأقوم بالتعليم هكذا ثم Edit ثم Replace ثم سأقوم بمسح الخيار الثاني هكذا ثم لاصق ثم Replace All. لاحظوا معي ماذا سيحدث هنا. Replace All يعني قمنا بتغيير هذا الاسم يعني في جميع الخانات. إذا بعد ذلك يعني سنقوم بالدخول إلى هذا المجلد الخاص بالفيرتوال بوكس. Copy هكذا ثم Enter. جيد، الآن نحن في مجلد الفيرتوال بوكس، وهنا سنقوم يعني بفتح يعني لصق هذه الأوامر كلها يعني مرة واحدة إلى حدود هنا، ثم كليك يمين كابي، نأتي إلى هنا كليك يمين، وسيبدأ يعني بلصق والإنتر. ستبقى لنا فقط هذا الكومنت، ستضغط كذلك على أنتر ثم أنتر 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 حتى تتأكد يعني أن جميع الأمور تمت يعني بنجاح، ثم تقوم بغلق ثم الغلق ثم سيف، ثم سأقوم بفتح طبيعة الحال سأقوم بفتح VMware من هنا ثم start. إذن هنا سيطلب منك يعني اختيار الايزو. الايزو ستدخل الى هنا ثم تقوم بالضغط على اد ثم ستبحث عن الايزو الخاص بالماك او اس يعني البيك سور ثم اوبن، وبعد ذلك يعني تضغط على تشوز هكذا. الان يعني لدينا خيار البيك سور ثم ستارت. جيد، لاحظوا معي لقد ظهر معنا يعني اللوجو الخاص بالماك، وطبيعة الحال سنبدأ يعني مراحل التثبيت، وسأشرح يعني فقط الأساسيات. لماذا؟ لأنه طريقة تثبيت الماك أو إس لقد يعني شرحتها في فيديوهين، أول فيديو الخاص بالبيج سور هو هذا يعني، وكذلك الخاص بالمونتيري مراحل تثبيت المونتيري والبيج سور شرحتهم، يعني تقوم بنفس المراحل. أنا سأقوم يعني بالأساسيات وأسرع الفيديو إلى الأخير. إذن هنا ستختار اللغة التي تريد، أنا سأترك الإنجليزية. ثم قبل أن تضغط على انستال ماك أو إس ضروري أن تضغط على خيار ديسك يوتيليتي ثم كونتينيو، ثم هنا يعني تبحث عن الهارد ديسك الخاص بك. أنا لدي يعني تقريبا 120 جيجا التي يعني تركتها للقرص الداخلي، فسأقوم باختياره من هنا ثم سأضغط على إريز ثم سأسميه يعني بيج سور. ثم يعني سأترك الخيارين كما هما ثم إريز. دان، ثم تقوم بغلق النافذة ثم انستال. كونتينيو كونتينيو. ثم ايجري، ثم تختار يعني القرص الذي قمت بفرمطته، وبطبيعة الحال سيبدأ معك يعني مراحل التثبيت، ولقد شرحت هذا يعني في الفيديوهين السابقين، ارجعوا لهما وسنكمل الفيديو بعد أن ينتهي بطبيعة الحال. إذا كما تلاحظون فلقد انتهى، وهذا هو يعني الماك وبطبيعة الحال في الفيرتوال بوكس. إذا هذا كل ما يخص بالنسبة لهذا الفيديو، نلتقي في فيديو آخر. السلام عليكم.